كاسه، مش اي حد يحضر. طب بمناسبه الشباب، خلينا واقعيين ونتكلم بدون زعل. نثمن ونقدر جهد السيد الرئيس في دعم الشباب وفي محاوله الاستماع ليهم، ولكن هل الشباب في مصر النهارده مفتوح قدامه المجالات؟ يعني هو مش هجوم، انا عارف النهارده المؤتمر وممكن يتفسر الكلام انه هجوم، لا اطلاقا، ولكن ليه ما نبداش نبلور او يعني نترجم الاهتمام ده لواقع فعلي؟ تقولوا لي قصدك ايه؟ مثلا قانون الاستثمار اللي بيتعمل وكلنا منتظرينه، هو ليه بعمل قانون استثمار لكبرى الشركات ما اقولش فيه ان المشروعات الصغيره والمتناهيات الصغر يسري عليها القانون ده، عامل لها باب في القانون لوحدها؟ الشاب لما يحب يعمل مشروع يلاقي الابواب كلها مفتوحه قدامه، ليه ده هيبقى للمستثمر سواء الاجنبي او المصري، والشاب برضه هيروح المحليات يطلع عينه ويكرهوه في حياته لغايه ما يعمل مشروع. تاني حاجه، هو انا النهارده الشاب من دول لما يجي يعمل مشروع، وانا كمذيع النهارده قبل كده كان عندي فقره اسمها خليك ايجابي، وكنت بحاول اطرح للشباب يا جماعه اعملوا وما تتكسفوش وما فيش شغل عيب، واعمل مشروع كذا، اعمل عربيه برجر، اعمل عربيه مش عارف ايه، والشاب من دول يروح يعمل تصميم في منتهى الروعه ويفتتح المشروع وننزل له صورته على السوشيال ميديا، الله بص المشروع الجميل ده، يفكرني بفيلم كراكون في الشارع لما المذيعه بعد ما صورت معاه يتقبض عليه. ده اللي بيحصل. هو ده اللي بيحصل، الشاب من دول يفكر يعمل مشروع تبقى امه داعيه عليه، تبقى امه داعيه عليه ان هو حاول يفكر. طب احنا اقول لك ليه، هنقول ايه للشباب دول يا دينا؟ طيب ما هو كلامك منطقي جدا يا احمد، بس خلي